تنبيه إلى أنه تم تعيين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، الدبلوماسي الإيطالي السويدي ستيفان دي ميستورا، اللي اليوم بشكل رسمي عين بعد أن طبعا موافقة أعضاء مجلس الأمن وأطراف النزاع بأن يكون هو المبعوث اللي خلف الرئيس الألماني كارلست، الرئيس السابق الألماني. دي ميستورا كان شد ملف سوريا وما حقق فيه أي حاجة، ولا أتوقع منه شيئا بخصوص هذا الملف، لأن مشكلة مخيمات تندوف لازم يلقى لها حل النظام الحاكم في الجزائر مع الأمم المتحدة. وأما بالنسبة للصحراء المغربية فهي كانت مغربية أمس واليوم وغدا وإلى الأبد، وسيستمر المسلسل نتاع الأمم المتحدة سعيا نوعا ما إلى خفض التوتر لا أكثر ولا أقل. أما هذه المشكلة فلن تحل في ظل تعنت نظام الحكم في الجزائر وعدم توفرها على أي نية صادقة لإيجاد حل لمعضلة مخيمات المحتجزين في تندوف.